وسهلا فيكم. الحمد لله على السلامة. نحن مبسوطين كثير أولا بهاللقاء، ثانيا بلقائكم أنتم مع بعض كعائلات. طبعا إن شاء الله لهلأ ما تقعوا عائلتكم خلال ربما ساعات أو أيام التقى فيها، لكن لقائكم مع عائلاتكم نحن سعداء جدا فيه. ثالثا لأن انتهت هالمحنة، المحنة القاسية اللي مريتوا فيها أنتم، والأهم منها اللي عانى أكثر منكم أنتم المخطوفين، اللي عانى هو عائلاتكم. والحمد لله أنه هالمحنة انتهت، وهي بركة وإجت بشهر البركة. نحن بشهر رمضان شهر البركة، فالحمد لله كان في بركة، وإن شاء الله البركة بتستمر دائما بهالشهر وبعد الشهر، وكل المخطوفين الآخرين والمناطق الأخرى إن شاء الله بيطلعوا. أنتم موجودين ما بتعرفوا قديش المجتمع كان يعيش أزمة اجتماعية حقيقية بسبب قصة المخطوفين والمفقودين، وما زال طبعا. وكنا دائما كدولة كمؤسسات كمسؤولين هذا الموضوع هاجس أساسي بالنسبة لنا، والحمد لله كنا يعني بشكل مستمر، ما يمر أسبوع ما يمر شهر إلا في تبادل. أحيانا نتبادل مع الإرهابيين شخص واحد، أحيانا نتبادل مجموعة، أحيانا يطلع معنا يعني مجموعات كبيرة مثل المجموعة اللي يعني نتقف فيها اليوم. لكن في الواقع مو بس جهود الدولة هي كانت السبب، وإنما الحقيقة تضحيات الجيش. لو ما في قوات مسلحة وناس عم يقاتلوا مشان البلد بكل ما فيها، قاتلوا مشان الدولة ومشان السيادة ومشان المستقبل ومشان أولادنا ومشان المخطوفين، لولا هيك يمكن كان في صعوبة إنه نقدر نتقدم بهالاتجاه. فالحمد لله تضحيات هالأبطال اللي منهم شهداء ومنهم جرحى، يعني الحمد لله ترجعتوا لبعض كعائلات عم تسألوا مع بعضكم، لكن في مقابل هالإنجاز هذا في أمهات وفي آباء فقدوا أبنائهم مشان تكونوا أنتوا أحرار. أهم شيء الواحد لما يطلع من هالأزمة يرجع للمجتمع، يرجع بشكل أول شيء واثق من نفسه بقوة أكبر من قبل الخطف، لأن هي محنة وأنتوا أغلبكم بسن الشباب، كلكم بسن الشباب. بهالمرحلة أي محنة بمر فيها الواحد بتعمله أصلب، ما بتعمله أضعف، بيطلع أقوى. هي تجربة بيعلمها للآخرين، بيطلع الإنسان أكثر وطنية، بيعرف قيمة وطنه، بيعرف لما بيكون الوطن آمن وهو بيطلع من مكان لمكان ما حدا بيعتدي عليه، يشوف الفرق، بيطلع بهالحالة الوطنية بيشرح للناس شو معنى الوطن. يعني مع كل أسف في كتير ناس بسوريا، ما هن أكثرية طبعا، هن أقلية لكن عددهم كثير، هن ناس ضعيفين وطنية عن جهل أو عن سوء نية. فأنتوا بيكون لكم دور، مثل ما في دور لعائلات الشهداء، مثل ما في دور لعائلات الجرحى بتوعية الناس على معنى الوطن، فأنتوا لكم دور كثير كبير. فنحن بدنا إياكم ترجعوا على المجتمع بهمة عالية وبفعالية عالية. طبعا في لكم مشاكل كثير، نحن مطلعين مسبقا لأنه التقينا بمخطوفين قبل، بنعرف شو المشاكل اللي عندنا، رح نساعدكم فيها. نحن رح نساعدكم والمؤسسات المعنية رح تتوجه لمتابعة أموركم لحتى ترجعوا لحياتكم الطبيعية وترجعوا أكثر فعالية. المعركة ما انتهت، ومثل ما أنتم عشتوا المحنة الآن لسه في عنا الآلاف من السوريين عم يعيشوا نفس المحنة تبعكم. فأول رسالة لكم، كيف بدنا نطالع بأي مخطوفين؟ هي أول رسالة بنشتغل عليها كلنا، وكل مخطوف طلع مسؤول أكثر من الآخرين من المواطنين السوريين إنه يشتغل عليها. يعني الحمد لله هلا عم نشوف الأمهات والزوجات والأخوات واللي موجودين ببيوتهم مبسوطين، بس في هلا عائلات لسه ما اجتها الفرحة. فأنتوا أكثر ناس بتقدروا هالكلام، وأكثر ناس راح تشتغلوا. بسم الله يا سيدي، مسعيك انت وطوال مالك انت فوق راسنا، راح نشكرك على قصه الفرحه والسعاده. ما بنفرح كلنا، ما بتكتمل الفرحه لحتى يطلعوا الكل. احنا طبعا ترجع البلد الامان، فلذلك نحن بنطلع بهمه ان شاء الله. ما حد فينا شو ما كانت الظروف اللي مريتوا فيها، كنتوا كنتوا عاديين مع وحوش، وحوش بكل معنى الكلمة. بعرف التفاصيل، كل واحد فيكم في الأشياء اللي تعرضتوا له، فبالحقيقة عم تعيشوا مع وحوش. بس هذا ما بيهين الإنسان الوحش شو بده يشتغل؟ وحش، هي حقيقة. احنا والله يا سيدي بنعرف في عالم أخويا والله، أنا والله. فكل شيء تعرضتوا له ما بيقلل أبدا من قيمتكم. الإنسان اللي بيعرف حاله من جوا هو إنسان وطني ونظيف وشريف ونوايا طيبة، ما في شيء بيمسه. هاي اهم شغله انت تعرفوها، ما تتاثروا نهائيا.
فلذلك انطلقوا كلياتكم بالاتجاه الصحيح ونحن راح نكون معكم لحتى يكون هذا مو مجرد فرحة. ما بكفي نفرح، نفرح اليوم بعد أسبوع نتعود، بس بدنا نحن الفرحة نكملها بكل يوم نعملها وننجز. تحرر البلد كامل وترجع الأمن والأمان. بدنا نحررها وبدنا ننتصر على الإرهابيين وما عندنا خيار. ولو كنا بدنا نيأس كنا نيأسنا من زمان. هي سابع سنة ما في حرب استمرت 7 سنين. الحرب العالمية الأولى والثانية ما استمروا أدى هالقد. بصمتكم يعني لو ما انتم صمتوا نحن بنعرف اللي فيكم شغلوه بموضوع بالحفر وبالخدمه وبكل الاشياء شغلتوا هذا نحن رح نعتبره عمل وطني لانه هذا كان صمود. لو ما صمتوا بكل شيء تعرضتوا له يعني لو انتم انهرتوا عائلاتكم انهارت بلد تنهار الجيش بينهار الناس مرتبطه ببعضها. فلذلك نحن اهم شيء لما بنستقبلكم نحن ما بنستقبل ناس ضعاف ولا واحد فيكم شو ما صار معكم تتم موقعي هل بدنا اياه بس عفانين انك انت انا خلصنا اي والله بكل احوال يعني كمان هلا المنطقه اللي نسرني خطفتوا فيها عم تصير امنه يعني الدوله راح ترجع بعدكم ترجعوا بتمشوا بنفس الطرق وما حدا راح يحكي معكم هي اهم شيء وهون بتكون النتيجه بنعرف انه نحن مو بس والله طلعنا من الاسر كمان الشارع اللي كان هو تحت سيطره الارهابيين وما في امان رجع شارع امن والحاره امنه والبيت امن. كان عندنا كنا نحط طالعنا يا سيدي كان عندنا كنا نحط طالعنا ما كان عندنا غير هالشغل بنعرف كنا نحلم ونعرف نحط طالعنا كنا عايشين على امل انك انت وراهم كنا عايشين على امل انك تشوف الحمد لله لا هذا شيء اكيد هذا واجبنا يعني اقل شيء الله يطولنا الله يطول بين ركزنا شبابنا يعني كثروا كمان مثل الشباب واقل منهم كلياتهم في شباب كمان في بنات عم يقاتلوا الان مع الجيش وفي بنات قدموا ارواحهم استشهدوا فعلا بنات البلد ما كانوا اقل من رجالنا بهالموضوع هي موضوع ما قضيه رجوله قضيه انه بالموضوع الوطني ما حدا يعني اقل من حدا الكل بده يقاتل لما بنطلب نمسك البارود رجال ونساء جنس كل ولما في خطفتوا كلكم تعرضتوا اللي حاولوا يعملوا اهانه بس انتم ما بتنهانوا انتم كرامتكم جواتكم كرامه الانسان هو الواحد هو اللي بيحملها فنعتبرها هي ان شاء الله انطلاقه جديده ومرحله جديده وانا متاكد اليوم من معنويات كل البلد راح تكون مرتفعه مو بس نحن ولا انتم كل الناس كيف بتصمد الدولة وكيف بيصمد المسؤول وكيف بيصمد الرئيس إذا ما كان في هيك ناس ما ممكن يصمد فهو نحن شفنا حالة سابقة التقينا بعدد من المخطوفين سابقا ما شفنا إلا اللي عم نشوفه هلا هالمعنوية العالية بالعكس بيطلع الإنسان أكثر وطنية وأكثر قوة وأكثر صدقا مع نفسه فهذا الشيء اللي عم تحكي هالمعنويات هي هالموقف هالصلابة الداخلية هي اللي بتخلينا كدولة نصمد ومستمر فالدولة هي الأب والأم بس إذا ما كانوا أولادها أقوياء فبتكون الدولة ضعيفة إذا الدولة حققت إنجازات فبقوة أبنائها هذا اللي عم نسمعه منك بنسمعه اليوم من أي عسكري ومن عائلات الشهداء والجرحى هي نحن عائلة واحدة هي أهم شيء أيوة السوريين عائلة واحدة وأنتم بهل يمكن ما في حدا فيكم إلا جاي من منطقة بعيدة عن الثاني وما بتعرفوا بعضكم يمكن ما كان ممكن يكون يصير في فرصة تعرفوا بعضكم إلا لما خططوا بمكان واحد فحتى هالصورة القاتمة للخطف جسدت الوحدة الوطنية الحمد لله وجسدت العيلة السورية الواحدة بكل الأحوال بالنسبة لنا نحن نكون بإيد واحدة إن شاء الله يعني أنت صمد ونحن صمد كلياتنا معك كلياتنا معك إن شاء الله حتى هيك تتحرر سوريا كلها نحن بدنا نفكر ليش آباءكم وأمهاتكم طلعوا هيك ناس ليش آباءهم وأمهاتهم طلعوا ناس باتجاه آخر فنحن عندنا مش معناتها فنحن قبل ما نفكر نحن ننتقم نحن اللي بيحقد هو الضعيف نحن ما بنحقد نحن بنفكر كيف هذا بدنا نحوله لإنسان هو هي الحمد لله رب العالمين فأنتم بالتجربة اللي عشتوها تكونوا قادرين على هالنقطة على 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 على, 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 على نشر المحبة وليس نشر الحقد لأن الدنيا نكون مثل الحقودين نحن ما نطلع نحقد لأن نحن بنكرس المحبة لأن هي اللي بيقتلهم حقيقة مقبرتهم هي المحبة وليس الحقد الحقد بنكون عم نحفر قبر لكل السوريين
ونحن لذلك لو اشتغلنا بالحقد ما كنا قدرنا حتى نعمل التبادل. نحن اشتغلنا احيانا في بعض الحالات اشتغلنا فيها بالمحبة وقدرنا نوصل لمخطوف ورجعنا بهالطريقة، لكن بالاخير كل هالمحبة بيسندها مقاتل شجاع، هي الحقيقة وراها قائد شجاع. برجع بقول شجاعتي من شجاعة الناس، يعني هي بتتجمع عنده ربما. أهلي بيكون في المعيشة هو بالدنيا. ما كنت بتعرفي إنه هو ببرزق أو أي محل ما عندك؟ بتعرف إنه خطف ببرزق، بس إنه آخر تليفون حكينا معه كان ببرزق وما عاد أخبرنا ولا خبرته بشنتين وخمس شهور. الحمد لله يعني حلم كان كابوس وخلص، وهلا بلش نحلم يعني شفنا أول شيء طيب وبعدين شفناكم هذا الحلم اكتمل يعني ما عاد بمشي تكون مخطوفين عندهم ولا ما خطفوكم ولا دريت شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا حد يخطفني. أنا فضولي يعطوني مشهور لمرة من مرة دقلي قال لي ابنك مع اللواء الأول ببرزة اللي هون لا عاد تحكي لأنه ابنك فرمنا لك يا جيش الإسلام سلمته لأ أنا قلت له بشكيكم لأ الله ما بقول غير هيك بس. فعلا انا حطيت ببالي انه عن جد فرموه يا سيدي لان هالشيء اللي عم نشوفه بتوقع كل شيء يصير بس قاعد اجي هيك يعني ما حب لي غير يا رب سامحنا ضلني ادعي لك ليل نهار ليل نهار يخليك ويطول لنا بعمرك بدك تدعي لهاللي قاتلوا لحتى حررنا القابون وبرزه. انتصارات اللي صار بالقابون وبرزه هي اللي ادت لهالمثل. ان شاء الله بدنا يعني خلال اشهر وربما برمضان القادم نكون ان شاء الله تجاوزنا كل حالات